كان في كيلو الفراخ الساسو من داخل المزرعة 96 جنيه بتباع في المحلات على 105. سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الأمهات 50 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ البلد الحر والبلد المشعر من داخل المزرعة 100 جنيه بتباع في المحلات على 110. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيومي من داخل المزرعة 98 جنيه بتباع في المحلات على 110 برضه. تنفيذ كيلو الرومي الأسود من داخل المزرعة 90 جنيه بتباع في المحلات على 100 جنيه. الرومي الأبيض تنفيذه من داخل المزرعة 85 جنيه بتباع في المحلات على 95 جنيه. تنفيذ كيلو الأرنب من داخل المزرعة 80 جنيه بتباع في المحلات على 85 جنيه. تنفيذ كيلو البط البلدي والسوداني والمسكوف سعره تنفيذه من داخل المزرعة 85 جنيه بتباع في المحلات على 95 جنيه. تنفيذ كيلو البط المورال من داخل المزرعة 83 جنيه بتباع في المحلات على 93 جنيه. تنفيذ كيلو البط البكين أو الفرنساوي من داخل المزرعة 71 جنيه بتباع في المحلات على 80 جنيه كيلو. جوز الحمام البلدي بيبدأ من 70 جنيه لغاية 90 جنيه. سعر طبق البيض النهاردة عدى الحدود. طبق البيض البلدي من داخل المزرعة 24 جنيه بتباع للمستهلك على 35 جنيه أو 36 جنيه. طبق البيض الأحمر من داخل المزرعة 114 جنيه بيتباع للمستهلك ب 124 جنيه. سعر طبق البيض الأبيض من داخل المزرعة 113 جنيه بيتباع للمستهلك على 123 جنيه. لو عجبكم الفيديو بتاعي ردوا عملنا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.